هذا الملف مع ملف السكك الأصلي اللي هو 22 مليار دولار ونص، عقد آخر بقيمته مليار ونصف، عقد يتمثل بسكك حديد ما بين منطقة عون في كربلاء إلى مصفى كربلاء، وأسمي هذا العقد بعقد المسيب المصفى كربلاء، قيمته مليار دولار وربع، وهو قرابة العشرة أضعاف قيمته الأصلية. لذلك هذا حال المشاريع في العراق، يعني عطلت قضايا ولجان يعني اعتدال الأسعار في الوزارات وبالدوائر الحكومية، وبدلت استبدلت بهذه المشاريع، تكون وضع الأقيام عفوا للمشاريع بشكل مزاجي ينسجم مع الشركات الأحزاب وشركات الجهات المستفيدة والمحال عليها هذه المشاريع. لذلك كل العقود اللي موجودة في هذه الحكومة، كل العقود لا أستثني عقد من هذه، كل العقود مضروبة، قيمة الذرعة السعرية وفق الأسواق المحلية الحالية اللي موجودة في الأسواق بعشرة أضعاف قيمتها الأصلية.